تفضل تفضل. سعيد انا. تعرفش مين عبد الفضيل؟ سعيد. انت يا حيوان! انت! اتكلم! انا هشايفكم مسؤولين. ابقى اجي وقت تاني. ايه بقى الاخبار الخطيره اللي عندك يا اخ حسن؟ حضرتك عارف مصنع البلاستيك اللي في الطريق الصحراوي عند كيلو 38؟ ايوه عارف. بكره الساعه 10:30 المصنع ده هيولع، النار هتشعلل فيه. ومين بقى اللي هيولع يا اخ حسن؟ والله انا اللي اعرفه انه هيولع. انما مين بقى دي مهمه حضراتكم. سلام عليكم. استنى، عرفت ازاي ان المصنع هيولع؟ بلاش السؤال ده لاني مش هجاوب عليه. انا عرفت وتاكدت وخلاص، ومستعد اتحمل عقوبه البلاغ الكاذب وازعاج السلطات. لكن تسالني عرفت ازاي وقت حضرتك هيضيع وجهاز المصنع يتحرق واحنا لسه هنا قاعدين؟ واضح انك متعلم يا استاذ حسن. بكالوريوس تجاره. الوظيفه؟ عاطل. وعاطل ليه يا حسن؟ زي ناس كتير غيري. اصلا كنت كمان اشتغلت كام شغلانه كده وبعدين سبتهم، او بمعنى صح هم سابوني. كنت دايما اتخانق مع الرؤساء. ده انت مشاغب بقى. ده كان زمان في المدرسه. انما دلوقتي ومصلحتك ايه تبلغ الحريق؟ مصلحتي ايه؟ لما المصنع هيتحرق عدد العاطلين اللي زي حزيت 40 50 مليون جنيه هتاكلهم النار. شوف بقى المبلغ ده يفتح كام بيت والمدة قد ايه. وجاي حضرتك تقول لي مصلحتك ايه؟ يعني قلبك على مصلحة البلد. بالظبط كده. عرفت ازاي ان المصنع هيتحرق؟ لو قلت لك مش هتصدقني. قول وانا هصدقك. مش هتصدقني. جرب.
مش هتخسر حاجة. عرفت ازاي ان المصنع هيتحرق؟ في الحلم. شفت في الحلم ان المصنع هيتحرق بكرة الساعة 10:30 بالليل. 10:30 بالظبط. ايوه يا فندم. حاضر يا فندم. ده انت سواري بقى يا ابو علي. قضية تسعيرة. وبتبيع ايه؟ انا العمر بعت ولا اشتريت. والدي اصله عنده دكان حلاقة صغير كده محنق، حتى الزبون يبقى جوه قفاه بره لمؤاخذه. اتنين زباين محترمين بعد ما حلقوا وتوضوا قالوا له انت مش حاطط التسعيره ليه؟ اتضح انهم مباحث تموين. الحقيقه ابويا صعب عليا، شلت انا القضيه بداله. تصرف بني ادم شهم واصيل. الله يحفظك يا سعاده البين، الله يحفظك. يا ترى في حاجه تانية غير قضيه التسعيره؟ لا مفيش حاجه. الشعة سليمة الحمد لله. لا اخوان ولا شيوعي ولا متطرف ولا مزعل حزب الاغلبية في حاجة؟ لا مفيش حاجة مني خالص. ابيض. وزي الفل. طبعا الحمد لله. طب ممكن بقى اتكل على الله واروح انا؟ مع السلامة انت يا حسن. ممكن بعد اذنك العربية توصلني؟ للاسف راحت مشوار. خلاص اخذ الاتوبيس. السلام عليكم. معلش امي مش فوق عشان كده مش قادر اقول لك اطلع شوي. ده احسن حاجه ان امك مش فوق. احسن حاجه ان امك مش فوق. وانا عايزين امك نعمل بيها ايه؟ دول ايه الاكل؟ حسن انت راجع من الامن الدواء دماغك بتلف ولا ايه؟ حلو بتلف كده. مين؟ مين ايه؟ بتعملوا ايه؟ احنا بنصلح. بنصلح ايه؟ بنصلح كهرباء. كهرباء؟ ايوه. ما تيجي تطلع فوق احسن بدل البهدله دي يا حسن. ده حتى فوق ممكن نتكلم كلام يخليك تجيب عيل وامك ساعتها هتجوزك ليه غصب عني. ها يا نهارك اسود، انتوا بتعملوا ايه؟ وكل واحد فرحه وجاي يقول لي نعمل ايه. بنعمل ايه؟ نعمل زي ما بتعمل انت كمان. بتعمل ايه يا عين دهير؟ نعمل بنصلح. صلح ايه؟ نصلح الكهرباء برضه. كهرباء ايه؟ كهرباء بتاعت الكهرباء. كونين عليكم وعلى ايامكم السودا وزمانكم الاكبر. على فكرة أنت راجع مش مظبوط، هما ضربوك على دماغك ولا إيه؟ تيجي نتكلم جد؟ يا ريت يا حسن. إحنا نفسخ الخطوط. أنا ما ينفعش ليك صدقيني. إذا كان على 150 جنيه بتوع الشبكة، أنا كنت بيها عندكم 20 مرة. أنا أصلاً ما ينفعش ليكي. أنت معايا هتبقى زي البيت الواقف. صحيح. اي شوشره، مش لازم اي حد يحس بوجودنا هنا. اطمن يا فندم مفيش اي شوشره. يا
والعيون مفتحه على الاخر. ده اكيد بلاغ كذب. اي بلاغ بنتعامل معاه لانه بلاغ حقيقي لغايه لما بيثبت العكس. يا فندم احنا في حاله طوارئ باستمرار. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا. هو كده كل ليلة خميس وحج يا عم. احنا مالنا؟ العب العب. الضغط ده كله ولع يا فندم. ايوه الضغط لو فضل الناس كلها ما فضلش علينا.